ومن البصرة ينضم إلينا مراسلنا ستار المنصوري ليحدثنا عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المحافظة ومستجدات أخرى في هذه الإحاطة المسجلة. نعم، مساء الخير عليكم. يعني بدءا من جائحة الكورونا، وكما تشاهدون خلفي يعني القوات الأمنية ما زالت تنتشر بسيطراتها في شوارع وتقاطعات مدينة البصرة وحتى مداخل المناطق لفرض حظر التجوال، ولا تسمح بمرور المركبات إلا في حالات الاستثناء أو الحالات الاستثنائية فيما سجلت محافظة البصرة خلال 24 ساعة الماضية 756 حالة إصابة جديدة، ومقابلها 145 حالة شفاء، ولا توجد أي حالة للوفيات. طبعا حالة الشفاء يعني حالات الشفاء هي قليلة قياسا إلى حالات الإصابات الجديدة. البصرة شهدت خلال اليومين الماضيين يعني المزيد من الأحداث الجنائية والأمنية، منها مصرع فتى بعمر 14 عاما بسبب إطلاق نار عشوائي في قضاء الهارتة شمال البصرة بسبب تجدد النزاع العشائري الذي لا زال متواصلا هناك، بالإضافة إلى قتل امرأة وشنق زوجها بسلك كهربائي في قضية غامضة، ما زالت السلطات المختصة تجري التحقيق لمعرفة التفاصيل، في حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة عشرينية في قضاء أبي الخصيب، وعلى الجثة يعني إطلاقات بالرشاش في منطقة الصدر، و يعني تم نقل هذه الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة يعني أسباب وملابسات هذا الحادث، بالإضافة إلى تم إغلاق منفذ الشلامشة الحدودي مع جمهورية إيران الإسلامية بقرار من جمهورية إيران الإسلامية ل يعني الحد من انتشار فيروس كورونا فقط أمام حركة المسافرين، فيما سمحت للأنشطة التجارية والشاحنات بالمرور لتبادل السلع والبضائع. وأنتقل إلى محافظة ميسان، حيث حذرت صحة ميسان من انتشار فيروس كورونا، سيما يعني أغلب المواطنين هناك لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية أو مقررات خلية الأزمة. مقابل هذا تم إلقاء القبض على 31 شخصا في عراضة عشائرية خلال مجلس عزاء. هذا كل ما لدي من أخبار، وأعود بكم إلى استوديو الأخبار.